يا هلا وسهلا فيكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. معنا عبر الهاتف عزام المبارك مدير الاحتراف في نادي الفتح. راح فيك عزام، شكرا لتجاوبك السريع معنا في البرنامج. خلنا نسألك مباشرة، عبد الله السالم وش سالفته؟ أنتم وقعتوا معه، رفعتوا أوراقه، اللاعب يقول أنا مظلوم. بالنسبة للموضوع اللاعب عبد الله السالم، لاحظت أنا في تعاطي الموضوع في أكثر من حلقة عندكم أو عند برامج أخرى. موضوع عبد الله السالم قضية نظرت في غرفة فض المنازعات وحكم بها، ثم بعد ذلك تم الاستئناف عن مركز التحكيم وصدر حكم نهائي قطعي. يعني احنا لابد ان احنا نؤمن بعدالة القضاء عندنا، وغرفة فض المنازعات مركز التحكيم الرياضي اللي اصدر قرار نفترض فيه العدالة والانصاف للاطراف جميعا. طيب اخوي عزام، وراكم تذكرتوا بعد 10 شهور من لعبة للاتفاق؟ احنا نتكلم في حيثيات نوقشت في قرار غرفة فض المنازعات، وأشبعت نقاش في قرار مركز التحكيم، وصدر قرار يعني نهائي قطعي. فأنا بالنسبة لي أنا يعني اللي أحاول أوصله أن النقاش في شيء حكم بحكم قطعي وحصانة الأحكام القطعية يجب احترام. في النهاية حكم بحكم انتهى موضوعه. يعني الآن وإن نقول أن اللاعب يقول أنا انظلمت أو ما إلى ذلك، ما في جدوى من النقاش يعني. طيب ما في شك، لأننا نعرف نقطة واحدة مهمة جدا، أن الحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي يعتبر حكم نهائي. وأيضا من طيب أيضا من الجيد أستاذ عزام أن توضحون موقفكم أنتم في نادي الفتح حيال هذه القضية، حتى وأن صدر القرار من مركز التحكيم الرياضي. ففي بعض الأسئلة ودي أنك أنت تتجاوب معي فيها عشان نوضح الصورة للشارع الرياضي العام، على أساس أنه إحنا يكون سمعنا الرأي والرأي الآخر في هذه القضية. يعني عبد الله السالم مثلا، هل أنتم فعلا رفعتم عقدة إلى لجنة الاحتراف أم لم ترفعوا عقودة؟ تأكد بأن يعني ما صدر حكم بتعويض نادي الفتح إلا بأن جميع الإجراءات اللي تم اتخاذها إجراءات سليمة. يعني في النهاية مركز التحكيم هو مش جهة مش مختصة أو جهة يعني تنقصها خبرة أو كفاءة. يعني كلنا نعرف أن المركز التحكيم موجودين فيه محكمين على قدر عالي من الكفاءة والخبرة والقدرة والملكة القانونية والنظامية. فتأكد أن ما قدر حكم بهذا الكيف إلا أن الإجراءات تم اتخاذها. يعني ما بيدخل في تفاصيل الإجراءات، لكن الإجراءات تم اتخاذها بكل احترافية من قبل نادي الفتح اللي أدى إلى صدور حكم لصالحه. طيب يعني ومدة العشر شهور وما العشر شهور هذه في النهاية أنا في مدة نظامية إحنا التزمنا فيها ورفعنا الدعوة بناء عليها. استلم منكم شيء عبد الله السالم؟ مبالغ مالية؟ مبالغ مالية تقصد رواتب أو رواتب أو مقدم عقد أو ما إلى ذلك؟ حسب ما ادعى به اللاعب عبد الله انه ما استلم، والمركز عوضه ترى بمبالغ. والمركز عوض اللاعب بمبالغ في القرار. نعم، مو بالحكم. الحكم انه يدفع مبلغ اكثر من مليونين، وجزء منه حكم المركز باكثر من مليونين تقريبا، وجزء منه يعتبر مخصوم كتعويض له من العقد. يا 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 سلام، بالضبط. فيعني حتى لو ان اللاعب ما استلم مبالغ او عنده يعني مبالغ ما استلم من النادي، اساسا المركز ما ظلم اللاعب من الناحيه. هو انصفه بانه عطاه تعويض. طيب بما انك انت مدير الاحتراف في الفتح، اكيد عندك يعني خبره او معلومه، لماذا لجنه الاحتراف قالت ان اللاعب حر عندما استفسر الاتفاق؟ شوف حقيقه عشان اكون ايضا صادق معك، انا في ذلك الحين لم اكن مدير احتراف. كخبره مدير احتراف اي لا، بس اساس اكون يعني في شفافيه وفي مصداقيه. يعني ما كنت انا اساسا مدير احتراف، هذه نقطه اخرى. احنا لما نقول لجنه الاحتراف قالت ولا ما قالت، لجنه الاحتراف مش موضع انها تقول لاعب هذا يعني عقده سليم ولا مو سليم. لجنه الاحتراف تقول لك العقد نافذ او غير نافذ. فهي لجنه الاحتراف ما تقول لاعب حر ولا تقول لاعب حاليا انا ما عندي عقد نافذ له. فهمت؟ يعني بعد ما انتهت قضيه اللاعب مع نادي النصر يعتبر اللاعب ما في عقد نافذ في لجنه الاحتراف. يعني ما رفعت يعني وقتها ما رفع الفتح العقد في النهايه. الفتح رفع العقد في الصيف،
رفع العقد في يناير، لكن انا اقول لك ما في عقد نفذ. يعني عبد الله السالم لما رفعنا عقده لجنه الاحتراف ما اقرت بالعقد، لكن عقد موقع وسليم وصحيح. طيب واضح. طيب ايش اللي من يناير، اللي من يناير رفعتوا الشكوى ولا رفعتوا العقد؟ ما له ارتباط. انا اقول لك في الصيف اول ما وقعنا مع اللاعب رفعنا العقد. عام كم تقريبا؟ ايضا في يناير. أي صيف؟ تم رفع العقد. أي واضح. الصيف وقعتوا معاه وفي يناير رفعتوا العقد؟ لا، في الصيف رفعنا العقد وفي يناير رفعنا العقد، لكن ما جاء اعتماد من لجنة الاحتراف. يعني رفعتوا عقدين وما جاء اعتماد منهم الاحتراف؟ رفعنا صحيح، رفعنا في فترتين. طيب. رفعنا في الصيف بعد التوقيع مباشرة. ايه. ورفعنا ايضا في يناير مع فترة فترة يناير الشتوية. طيب عزام. لكن ما جاء اعتماد. طيب عزام. بعد ذلك رفعوه نادي الاتفاق وجاء اعتماد عليه بان اللاعب حر وغير مرتبط، وهو فعلا مرتبط مع نادي الاتفاق بعقد. طيب. يمتد لسنتين يعني. شكرا لك عزام المبارك. انا للاسف الوقت بدا يداهمني وانتهى فعليا وقت البرنامج. شكرا لك عزام المبارك مدير احتراف في نادي الفتح على هذا التجاوب السريع. شكرا.